دي اف ام كلام القلب طارق الحناشي على دي اف ام احلى راديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلقة جديدة من كلام القلب. انتم تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على دي اف ام احلى راديو. 9:17 هذه حلقة 2/6/2023. بداية أسبوع موافقة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله تكون يوم تعدى بخير على جميع التوانسة. أكيد في فلسطين ليس بكل الخير، حيث تجاوز العدد أكثر من 10,000 شهيد. إن شاء الله ربي يرحم الشهداء، ربي يشفي الجرحى، وربي يصبر الأهالي اللي فقدوا عائلاتهم خلال الأيام هذه. إن شاء الله فرج قريب، نصر قريب، وإن شاء الله بعض المشاهد وبعض الصور تخلينا نتأملوا أنه فما نصر قريب، خاصة من المقاومة ومن كتائب القسام ومن غيره. إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب، وإن شاء الله رحنا ربي يعطينا القوة حتى نكونوا قدر المستوى وفي قدر المسؤولية متاع أنه نوفروا المساعدات اللازمة اللي تنجم توصل إن شاء الله الفلسطين. نحب نأكد عليه الناس اللي تخمم أنه تساعد لكنها تخمم ولا تتململ في فكرة أنه هل يوصلوا ولا من مصر فلسطين هالكذا. انت عاون، واش عليك انت؟ وصل اذا تنجم، عندك مساعدات وصلها قدر الامكان، وبعد الناس اتو غديك تتصرف. رح نعمل اللي علينا ونخليه الباقي ان شاء الله على ربي. في خضم هذا انا عامل حملة بديتها على الانستغرام، تو تقريبا عندي 6000 دينار اللي لميتهم مساعدات. اليوم تقريبا وصلنا 10,000 شهيد. من اللي وصلوا 10,000 شهيد، انا خممت انه على الاقل لازم يوصلوا 10,000 دينار مساعدات، اللي في العاصمة ولا اللي في الضاحية الجنوبية أنا مستعد نمشيله وناخد من عنده المساعدات المادية. مش معناها اللي ما عندوش الحق يعاون، ولكن توا الماكلة والبشكوت والمقرونة والشامبوان ما إلى ذلك ما عادش هما الضرورة متاع الوقت. نحكيو على 10,000 شهيد، نحكيو على مخيمات تدمرت، على الديار ما عادش فيها حتى حركة، نحكيو على حاجات لازمها فلوس. اليوم الهلال الأحمر عملوا مستشفى طارق اللي لازمه برشا حاجات غالية. نحكيو على أكسجين، على سرنج إلكتريك، على الإكران اللي يشوفوا فيه تخطيط القلب، وما إلى ذلك من الحاجات الطبية اللي تتكلف في انتظار، حسب ما يقولوا الناس أنه فما عدد من الفلسطينيين اللي يمكن يمشيوا السيناء، يمكن يجيوا التونس ويتم معالجتهم هنية. دونك الحاجة فلوس بقدر الإمكان. مش نعطيكم الرقم، كلموني عليه العاصمة ولا الضاحية الجنوبية في مكان آخر أنا غير قادر نمشي. دونك باش نتفادى وتضيع الوقت، يكلموني اللي في العاصمة ولا اللي في الضاحية الجنوبية، يعني في بنعروس على الرقم هذايا، ونجيهم أنا نهز من عندهم المساعدات هذه المادية، حوايج، غطاوات، دواء وماكلة، هذوما سيء لموا منهم وما عادش. هاني قلت أول حاجة مادية، لأنه الحاجيات ولات أكبر. مش معناها اللي ما عندوش الحق يعاون، يعني يطلبوني برشا توا من اللي هبط يقول لي أنا ما عنديش نجم نعاون، كان بالقليل ما عنديش حق نعاون. عندك الحق، لكن توا الوقت يتطلب حاجات كبيرة وحاجات تتكلف. هاو الرقم 90-792-386، 90-792-386. هذا الرقم تجمو تكلموني عليه في العاصمة ولا في الضاحية الجنوبية، في بن عروس، الكل نجي نهز من عندكم الفلوس هذية ونحاول نخلطهم. 10,000 دينار، واللي جاء أكثر مرحبا. وطبعا بعد تو نوريكم من الروسي وكل شيء اللي بش يوصل للهلال الأحمر. اطلبني على الرقم هذا وانا تو نرجع لك، لأنه تليفون بحذية ما نجمش نهز عليه تو. بالله بالله في السياق اللي قلته انا، العاصمة ولا الضاحية الجنوبية وفلوس، ما تطلبنيش على حاجة أخرى، ما تطلبنيش باش نحضر لك في عرسك في جويليا ولا مش كلم لك فنان برجولي. خلينا نكملوا هذايا بعد كفل الجماعتين، بعد كلموني على اللي تحبوا. 90-792-386 اطلب وتو نرجع لك انا بعد. ها ما تقولش ما هزش، تو نرجع لك انا بعد ونتفاهموا على المكان، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. وما تتعبش روحك برشا بحكايه يوصلوا لفلسطين ولا لا، بقدره الله نحن نعملوا اللي علينا وبعد ربي يحلها. مواصلين معكم في كلام القلب حتى ال 11 متاع الليل. بعد شوي نحكي لكم على موضوعنا، نسمعوا تجربكم وقصصكم على الرقم 31-380,000 31-380,000. كلام القلب. كل الشكر للناس اللي ديجا بدات تطلب. بعيدا عن هذا، موضوعنا في كلام القلب هو يصب في اكتواليتي قاعدين نعيشوا فيها الايامات هذية، وهي هروب مساجين او ما صنفوه البعض انه فماش تاكيدات على المعلومات الكل انه ارهابيين هربوا من الحبس. المؤكد انه فما 6 هربوا من السجن.
مش باش نحكي لك هل هربت من السجن ولا، لكن موضوعنا اليوم هل عشت تجربة السجن؟ إذا عشت تجربة السجن أو تعرف حد قريب لك عاش تجربة السجن، كلمونا على الرقم 31-308. فبرامونا مش نتلكون برشا في الحصة متاع اليوم، لأنه يعني اللي يتبعوني يعرفوا عندي مشكلة في الجيم، في حرف الجيم وحرف الشين، دونك السجن فيها هكا شوية صعوبة. إن شاء الله ربي يفرج على كل مظلوم في السجون، وفرج قريبا إن شاء الله الناس اللي عدت ربطيتها، إن شاء الله على قريب يرجعوا إلى المجتمع، والمجتمع يتقبلهم بطريقة مناسبة ما تخليهمش يرجعوا مرة أخرى إلى السجون. إذا عشت تجربة السجن أو تعرف شكون قريب لك عاش التجربة هذه، حبوا نسمعوك، حبوا نعرفوا الأيامات هذه كيفاش تعديوا عليك، كيفاش عديتهم، شنو صار فيهم. يمكن نسألك هل خممت في يوم ما في اللي خموا فيه أو نفذوه الجماعة بتاع أيامات التالي، وهو الهروب من السجن. تجربة السجن كيفاش تعديت عليك بأيامها اللي عشتهم، بأيامها متاع انتظار الحكم، أو بعدها كيفاش زاد رجعت للمجتمع. نسمع تجاربك على الرقم 31-308-1 31-308-1 بخصوص الناس اللي شدوهم اللي هربوا من السجن، وحتى لتو فماش اخبار رسميه لا هبطت في وزاره الدفاع لا في وزاره الداخليه لا رئيس الجمهوريه حاول انه بالحق شدوا 1 2 3. شفنا فيديوهات على شكون في حي التضامن، على شكون في بوم هلفه، مشكون يقول راه ذاك اللي سرق البنك. دونك رسميا مازال ما فماش هل شدوا 3 هل شدوا زوز هل شدوا 1. فما الاخبار نجموا تتبعوها، لكن رسميا مازال ما هبط حتى شيء رسمي. احنا موضوعنا تجربه السجن، عشتها، نسمع حكايتك على الرقم 31-308-1 31-308-1. موصلين معكم حتى ال 11 تعليل فاصل، ورجعني معكم بعد شوية. بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. 9:29 رجعنا معكم في كلام القلب، موصلين حتى ال 11 متاع الليل. كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا، تابعوا فينا. موضوعنا لليوم اذا عشت تجربة السجن او تعرف شكون عاش تجربة السجن قريب لك، حابوا نسمعوا التجربة كيفاش كانت، كيفاش كانت الايامات اللي تعداو غاديكا من بعد العودة للمجتمع، كيفاش كانت سهلة صعيبة، حب لك باش انت عودت أقلمت، ولا الناس حب لهم باش سهلوا لك العودة للمجتمع بصفة عادية، هل لقيت مشاكل باش انك ترجع للحياة من بعد السجن، كيفاش كانت التجربة خلال الأيامات اللي عديتهم في السجن. نسمع حكايتك على الرقم 31-308-1 31-308-1. نشكون انت مريت بالقصة او بالتجربة، او نشكون واحد قريب لك من العائلة، اب ابن صديق معرفة، فنحبوا نسمعوا التجربة ذي ونعيشوا الأيامات كيفاش تعداوا على الشخص اللي كان في السجن، خاصة وأنه السجن هو محور الحديث في الأيام هذه بعد هروب مساجين من سجن المرنقية منذ أيام. دونك الرقم هو 31-308-1 31-308-1. موصلين معكم حتى لل 11 متاع الليل، نرجع معكم بعد شوية في كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو. 9:34 رجعنا معكم في كلام القلب، معنا سي بو كثير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي طارق. اهلا وسهلا سيدي، شنو احوالك؟ شنو احوالك انت كمان؟ الحمد لله. منين تكلم فينا سي بو كثير؟ والله نتكلم فيك من صفاقس. من صفاقس، تحية لكل مستمعينا في ولايه صفاقس. موضوعنا لليوم إذا مريت بتجربة السجن، نحبوا نسمعوا حكايتك. مريت بهذا سيبو كثير؟ مريت وعديت 5 سنين وشوية. قديش العمر سيبو كثير لو تسمع؟ عمري توا حاليا 48 سنة. 48 سنة ما شاء الله. فأنا عام دخلت للسجن؟ والله عديت 99 خرجت 2005 أواخر 2005. 6 سنوات. هي قلة شوية من 6 سنوات، سامحوني في شهرين في التالي. هما خفوا عليك شهر؟ شهرين. تسمح تقول لنا شنو هو السبب اللي خليك تدخل السجن؟ والله غرايز عنف، ما عنديش حاجه هكا، معناتها مش مشاكل نتاع، معناتها
انا صراحه نسيت تعرف تريف وكذا، فكان عندي غرز عنف، عندي شويه عصب، عندي شويه خش كل تهورت في شنية نرفزك واحد ضربته. ما عارف في زيتون نخدمه في زيتون احنا كو عرف مشكلات هي ما ظاهره ما هيش شويه عنف بما انه ست سنين. اي فيها سكوت فيها بريسك نسبه 45% ولا 50% حاجه كما الوقت هذاك، وتعرف عاد شهاد وتعرف ما جات مع بعض هي من الاخر، بقينا مش حاجه معناتها اللي كاو تلبت وزيد ريت مشكلته السجن هذا كي تبقى رشاشيه انت في شهرين اي عادي عادي كتلمت ثلاث سنين عادي يعني ما عادش يهمك حتى شيء معناتها. ريت انسان مشكلتنا احنا التوانسه ما نمشوش نفضوا مشكله مثل عندنا شهرين حبس ولا عندك شر ولا تحكمت 20 يوم تمشي تفض مشكلتك. تكمل الوسط بالطريقه نتاعك اللي تلمت عليها هاك القضيه لذيك تلمت عليها اربع خمس قضايا اخرين وراء قضايا تيسه معناتها مش قضايا معناتها نتاع كويس فهمتني. انا اخويا الله يوريه الحبيب تهو بصراحه. كانت المره الوحيده اللي دخلت فيها السجن؟ عاودت بعدها اربع شهور كاو سيتو عاود لي سيبو كثير؟ اي عاودت بعدها هي بعد التسنين هذه ولا خمس سنين وشويه عاودت بعدها باربع شهور. اما اربع شهور في نفس الشخص معناتها هو بيد عاودت ضربت نفس الشخص؟ تعرض لي هو واخواته مره اخرى عاودت ضربته وشديت اربع شهور. هو عاود تعرض لك ينتقمك السقوط اللي خليته له عام 99 صحيح يعني صارت لي معاه اشكاليه عرض لي هو اخواته حب يرد الفعل كهو وزيد ما عندي عليه سوابق هو بيد وعندي عليه سوابق كهو تحكمت باربع شهور. هو تحكمش في المره الثانيه؟ المره الثانيه تحكم هو تحكم ست شهور. ست شهور هو اكثر منك. المره الثانيه كي ضربت خممت في انك ما تعملش سقوط بدرجه انه يخليك تدخل السجن؟ شوف في سيبو كثير بلا سامحني لحظه انت يذول لي حال راديو بحذيك هكا ولا لا لا ولا لا كلفيت بالتليفون انا بالتليفون حاطو بارلور لا لا ولا كلفيت بالكيت بالكيت نجمش تنحي الكيت الله يبارك لك الله يبارك لك باش يكون الصوت ممتاز دونك سيبو كثير عاد ست سنين ثم عاود مره اخرى عاش اربع شهور سجن بسبب تعنيف نفس الشخص يعني انت الشخص هذايا كي تراه اليوم في الشارع لا ولينا اخوات ولينا اصحاب على الاخر معناها كي تراه تجوزت ما عادش تتفكر ليه هو نفس اللقب انا وياه يعني حتى في الدم يرجع لي معناتها شنو هو ماني قلت لك الصغر نفس العرش الصغر وغرايز العنف وزيد عصب وزيد الظروف ما هياش وزيد خاطر اسمع شنو اللي ولد الكهرباء هو اللي ولد البر هذا اللي ولد الفقر ويولد الميزيري وتولدوا ما فماش خدم معناتها فما حوايج راهي تدخلك في متاهات اخرى فهمت والانتوراج اللي تعيش فيه كان عنيف الانتوراج الانتوراج عنده دور كبير ياسر في المجتمع المدني عنده اكثر حاجه الانتوراج ريت فاميلتك وعائلتك وعمك ودار خالتك كل فاميل بصفه عامه ريت الانتوراج اللي تعيش فيه انت يدخلك في 50,000 حاجه تصورها المسؤول اي الانتوراج نتاعك كان عنيف لا بالعكس الانتوراج ريف ولايه فاقس من الريف نعيش ماكلين فيه نعيش وكل الزيتون ونعيش وكل الخضره ونعيش وكل السواني ونعيش حتى ما عندناش الناس الكل تعرف بعضها اي ما هكا عاد وليت متناقض تو قلت لي الانتوراج ماك تعرف بعد قلت لي الانتوراج ماهوش عنيف نحكي لك انا عشت تجربه اجتماعيه في السجن مش نحكي على روحي انا نحكي لك اون جينيرال مو معناتها نحكي لك عشت انا في السجن وشفت العباد كيفاش تعيش انا كتخلت تنبه من السجن اي باهي سيبو كثير احنا حكينا توا على ايش هزك للسجن هات ندخلوا لو تسمح للسجن فانا 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 حبس انت كنت موجود انا موجود في حبس صفاقس عبيت وكل في حبس صفاقس كلهم في حبس صفاقس ما تنقلتش من سجون قعدت في سجن واحد لا لا حبس بركات هو خاطر انا ما بحد ذاتي لما خاطيني معناتها ما عنديش باهي عندي غريزه بعنف اعطيني يعني نهارين لولانين وانت في السجن مش في الايقاف بعد ما تحكمت هاي كيفاش كانوا الايامات الاولانيه؟ اول ما تدخل الشامبر تفهم شيء معناتها تلقاها ابوه على اخوه ما تفهم شيء ما تفهم شيء تدخل تبدا مبهم ثم ممشى هي هكا في يسموها الممشى تبقى واقف خادي ما تفهم حد شيء كان خطفك حد يعرفك راك مريكس كان ما خطفك حتى حد صبادريك يتباع ويتشرا وبلازونتك تتباع وتشرا وهي فوق منك معناها كما يعرفك حد سبيدريك وسروالك مشى يا ودي يتباع ويتباع ويتباع ويشار ويتزايد وحدهم وانت ما في بالكش انت تباعوا ولا طلعت تعرف حد؟
لا بقى عرفت نعرف حد ما هو ماني قلت لك راه بحكم المخالطة بحكم الإنسان معناتها يعني عاش تجارب ويسمع وتبقى مع أصحابك وتقعد تمشي طيب على الأول تعبت شوية البطريات الأولى تقريبا 15 يوم ومن بعد شديت وريت بصراحة كل كل كسيجن كل كسيفي عندك راك أمريكي ما عندكش ماكش أمريكي بيجوروك بيجوك داركم يقصولك فلوس قفتك جات راك أمريكي راي الناس كل تخطف كل الناس كل تحتضنك كل الناس كل لقيت روحك لقيت روحك مطالب في وقت ما مثلا تعطي حاجات فلوس لا 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 جميل لا اسمعني هو السجن روح الحاجة اللي فيه باهية ان لعبت حنا لبعض كل باهي كل خايب كل ولد العائلة عمره ما دخل الحبس جملة من الثانية تعدى للسجن كيما الانسان لك الخليقة اللي عنده 30 و40 قضية الناس كل حنا لبعض ما عندكش دخان تاخو ما عندكش ماكلة تاكل ما تزورش الناس الكل تمدلك صحن وامورك باهي بحق ما انا ما شنو هو انسان يلزمك قضيك في السجن ما تخالطش صباح الخير تو اللي نشوفوه في الاعمال ساعات الدراميه هاو كبران وما تسلكها كان ما تمد له حاجات كان ما تكون معاه فيه صحه ولا الكل مفهمش من اسمعني فيه صحه لكن فشوف احنا تربينا في تونس انت تبدا تاكس مش خالص ولا شيء مش خالص تمد 10000 تعدى على الروح قباضه فما قباضه معناها غادي اكيد تمدك وليجير تتعدى امورك حتى حكمك انت حكمك يحكم عليك على الاول تدخل يجي يهبطوا لك حكمك انت تبدا مستعجل تخرج جلسه الصباح تروح العشرة يهبطوك للشامبر العشرة تبقى للستة بتاع العشية باش تستنى حكمك انت كي تدفع باكل يجي حكمك يجيك 11 و4 11 يبدا عندك حكمك تعرف قداش محكوم ولا مش تروح العشية تمد باكو دخان تسمع بحكمك اكبر ابكر من المتوقع انت تبقى على اعصابك تعرف انت انسان ساعه يبدا على الجنيه يطيح ب 6 سنين و 7 سنين وخرج جلسه وهبطوا ال 10 بتاع الصباح يبدا في الشومبر بتاعه يستنى الكهرباء اخر كهرباء اللي نجي تدخل من المحكمه اخر كهرباء تدخل السجون بو تمد باكو دخان تسمع حكم من اللي كنت تسمع ال 6 تسمع ال 11 تاع الصباح تاسم والحديش انت بابا بنص ساعة تبقى غديك تبدا امورك واضحة يحركوا لك اصحابك يمدوا باكو اللي جاي في الكبران ما لم مديت باكو انت مديت باكوات انا خذيت بياس بياس خذيته ب 10 اللي جاي ب 10 باكوات اللي جاي هاي ما عادش تسمي الماركة بالله يا سيبو كثير ما فهمتكش قول باكو دخان ما عادش تقول النوع تي دخان هذاك هو دخان تونسي يا اخي يعني في السجون ما استعملوا كان دخان تونسي ما سماش دخان زيد هاي زيد خذيته ب 10 دخان بعديك جاك وقت وصلت فيه تقول تهاني هنا خير من اللي لبرا لا جميل يا تونس سمحة لا جميل عمرك ما قلت هكاك مستحيل يا ابي تونس سمحة ياسر عمل يعرف يعيش فيها تونس تحب تعيش مريقل تحب صراحة نحب ولا نكره احنا رانا غالطين رانا نسبة خمسة ما نقول لكش 50% لا اما نسبة 45% غالطين تونس يا تحب تعيش راك 5000 تعيش 20000 تعيش تخدم 15000 تعيش راك تحب تنظم الحياة نظام تحب تنظم حياتك هاني خرجت وهاني بابا صغار تو والحمد لله ولد عائلة انت اليوم اليوم وليد تعرف تعيش في تونس؟ اكيد في انسان ما يترباش مرة واثنين وثلاثة سيبون سامحني فيه عاد ولا ما فوتيش ما عادش عنده تو فوت انا خدمت المرمى خدمت انا صناعي في الدينا معناها ديكوراتيف نخدم ب 20000 نخدم و ب 100000 نخدم ونعيش لاباس كيما ناكل كاسكروت لبلابي كيما ناكل صحن مشوي كيما ناكل صحن حوت معناتها كل مره كل وقت وقتك تحب تعرف تنظم هاودي جيستيون في الدار ولا البرة فما نهار هو الأسوأ في الست سنين تتفكروا والله صارت فيه حاجه غريبه كيفاش؟ الأسوأ حاجه هي في الحبس كي ما يجوكش الدار كي الدار يقول لك الجمعه الجايه انا باش نجوك وتو نطل عليك ويبقوا جمعتين ثلاثه ما يجوش توسوس بوك مريض امك مريضه اخوك مريض وش يطلع السبب كي يغيبوا ثلاثه جماعات كثرت عليهم نساء والله كل حد كيفاش ظروفه واحد ظروف ماديه واحد صارت له كا واحد اي نحكي عليك انت يا نحكي عليك انت انا نحكي انا من اغرب الحوايج صارت لي العزوزه تحت معناتها زلقت في الدوش عملت عمليه ب 6 ملايين في المساحه يعني بقات تقريبا شهر ونص ما تلهاوش بيه الدار مرضت انا مرضت ضعفت حتى الضعف ضعفت ما شوي وانت ما تعرف حتى اخبار ما انا تعرف شيء بالطبيعه ما حسيت كي تحس
يعني بين القصدين ما أكذبش عليك، يعني حاجة مسكر عليك أنت ما تفهم، أنت ريت اعتبارها مسكر عليك. أنا مفوتة بقى. أنا فما شكون توفى قدامك في السجن؟ والله أنا ما صارت ليش، أما ثم شكون صار له ونمشي ونعزوه، ثم اللي بوه توفى، ثم اللي يمه توفى، ثم اللي خوه توفى، صارت خمس. لا مش أنت شكون توفى لك؟ فما شكون من المساجين معاك توفى؟ موجود إيه موجود موجود، ثم اللي بوه توفى، ثم اللي برب راسه فقرية راسه كل حله، ثم اللي مرته توفت، ثم اللي ولده، صارت تسميرة مش شوية، معناتها مباشر في الأعمال يومين معناتها. وأنا من التيب اللي لاحظ ياسر، معناتها نتبع فاهم الحاكم من المدير السجن حتى للعون، حتى للسجين اللي جاء جديد، حتى اللي جاء لعشرين يوم، حتى اللي جاء النفقة، حتى اللي جاء الجنائي، ثم اللي محكومة معي قتل الروح، ثم اللي محكومة معي معناتها معناتها نتبع. أنا بحد ذاتي الحمد لله حبلت يلعك هكا الناس تبع والله يسرنا أخوي، الله اللي يوري الحبيب. أنا أخوي حشد يسر معناتها الفترة اللي دخلت فيها أنت سيبو كثير هي فترة تبدلت فيها الدنيا نوعا ما، فما برشا تكنولوجيا دخلت بين 99 و 2005، فما تطورات كمان معناها. لا مشيت 20 يوم حتى كان نفسي كنت مشيت على الشرب انا على الكحول. شي مشيت 20 يوم؟ 20 يوم على الكحول. ما فهمتكش. شارب سدوني شارب انا في البلاد. تي ليه ليه؟ انت شديت 6 سنين حبس هكا ولا؟ هاي من 99 ل 2005. كي خرجت 2005 انت دخلت عام 99 تبدلت برشا حاجات. الحبيب بورقيبه توفى الله يرحمه، التكنولوجيا دخلت. انا كي خرجت اي مدت لي اختي التليفون، ثم شكون باش يكلمني؟ واحد من ولاد صحابي باش يطلبني على التليفون. تلقى تليفون بورتابل كي خرجت؟ لا اي بورتابل نوكيا 3310 على الخضرا، نزلت على الحمراء. هاي هذاك انا اللي نحكي لك عليه، التبديل هذاك تعاملت كيفاش تاقلمت معاه فيسا؟ تقلمت بخير تقريبا 6 شهور 7 شهور ما نفهم شيء ولا العظيم انا قريب نروح على الكياس نلقى الشوكولاته. 6 شهور وانت تنزل على الحمراء باش تهز؟ لا لا ما 6 شهور، لا مش للدرجه هذيك. اما الاول نحكي لك بدات لي اختي تليفون باش نكلم شكون، نزلت على الحمراء علقت عليه ديريكت السيد، فهمت شيء؟ ولقيت حاجات اخرين مبدله حبلك باش تاقلمت معاه. اي بطبيعة الحال، حتى لي بنية خليتها عمرها 11 سنة جيت نلقاها مخطوبة، معناتها 10 سنين تلعب يا عمي يا عمي، جيت نلقاها مخطوبة معناتها، وثم نلقاها معرفة مش لعبنا 6 سنين يبدلوا. وفما واحدة أنت كنت حاطة عليها عينك ورجعت كي خرجت من الحبس تلقاها سيئة؟ لا لا حبيبتي هي بيدها تزورني و بالله وعرست بها و ما شاء الله كبير ياسر من الخامسة ابتدائي مع بعضنا بنت عمي هي تجاه. ايش تقول لها مادام تسمع فينا آخر شيء؟ نحبها برشا ونعزها برشا وتحملتني برشا وعانتني برشا، معناتها ثم حوايج ما تصراش بالفلوس ورجعتني كريم ما نكذبش عليك. ما يقول لك ثم مراه حتى ناقصات فيك تقدم معناتها. يمكن ثم مرابيت كنت معاهم انت بكثير، يمكن رمز له في السجن تو ياسر اي نعرف برشا تفكر منهم برشا برشا تفكر محكومين طلطون، ثم اللي طلطون تحلل 25 ثم اللي تحلل 20 ثم اللي كان في الأبدية معناتها لابس البدلة الحمراء وعدى 3 سنين في الزنزانة ورجع معانا. قعد باللبسة متاع العديم ثم رجع معاكم عاد. اي رجع معنا حاجة بركة يعني اللي كانت عندنا معناتها كان جماعة كانوا معانا نحوهم بالقانون الجديد معنا في ايام زي العبدين ما كانتش معنا كانوا معنا جماعة الاتجاه الاسلامي هذاك الانتماء سموهم احنا قبل نسموهم الانتماء او يسموهم الارهاب قبل نسموهم الانتماء قعدوا معنا في السجون هو كل حاجة في حاجة انتماء حاجة قبل كان يعديها الكل حتى يصلي صبح حاضر تعدى انتماء توا ارهابي موضوع اخر ممنوع الصلاة جماعة في الحبس ممنوع كيفاش ترى هذه نقطة فاتتني ممنوع الصلاة جماعة جماعة عندك الحق تصلي فرادة وحدك لا تصلي وحدك اما تصلي جماعة يجوا يخرجوك من كل في الليل في الليل انت وواحد صليتوا العشاء مع بعضكم يشلقوا بيكم لا جميلة تو ما تصيرش ساعات الزين ما تصيرش في وقت الزين بعد الزين بوم تعرفش انت لا من على لا شديت 20 يوم كنت شديت 20 يوم على الشراب وقتاش انا عام شديت لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله 2020 في كورونا في الكورونا اي ما شاء الله مشيت تخبيت غادي من الفيروس شديت 10 ايام وخرجونا على الكورونا خرجونا الكورونا لقيتش وقتها صلاه جماعه مريقله ولا لا جميل توني زاد ما رجعتش لا صلاه جماعه لا حتى التوا معنا
ويلقوا واحد يحكي هكا في ما تعرف يستقبوا هما ويعملوا بغسيل دماغ اللغة هذيك ساعة في في بوشوشة في الإيقاف مثلا صلة جماعة نورمال موجودة توقفت بوشوشة لا بوشوشة ديما إيقاف راهو الليلة سنين ويعدوك أنا توقفت بوشوشة أنا كنت شديت في تونس العاصمة دونك توقفت بوشوشة توقفت بوشوشة أنا قدمت روحي مش شديت أنا قدمت روحي فما شكون مرة صليوا جماعة شلقوا بيهم؟ خرجوهم من كوم وين يهزوا؟ هزوهم للسيلونات كل حد حطوهم في سيلو كل واحد ولا اثنين حطوهم في سيلو ها تولي تصلي وحدك بس بالسيف وقت يحطوك في سيلو ايه دي ممنوع صلاة جماعة يا دي هم يشتقوا هم ريت عندهم تكنس هم ريت التكنسيان هم يبدوا يحكوا معاك ويبدوا بالسياسة وعادش بيه تشرب وعادش بيه تكيف وعادش بيه تعمل ومن بعد يبدوا لك عندهم مراحل اللغة متاعهم عندهم مراحل انت على شكون تحكي توا علاش اللي استقط بوقتها تحكي على السلف وكل ما الى ذلك اي مي بون هنا انت هزيتها ياسر لشيره الاخرى نجم وانا وياك صلوا جماعه على ارواحنا معنا ما تستقطبني لنستقطبك لا 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 جميله اما هما يفكروا فيها كيك النظام وقتها هما يخموا هكا هما يحبوا يصلوا بك جماعه علاش هما باش يطولوا بك شويه وباش يقروا لك وباش يحننوا لك الصوت برشا حوايج عملوهم هما ثم ديبوا يعملوهم هما تفيق شبيه ما انت لانا ياسر عباد كانت مريقلة خرجت البرة ولت باللحية ولت عالم آخر تو فما واحد بعينه جاي لمخك قلت لك أكيد فما شكون عديت معاه هذه الحبس ما زال في السجن فما واحد جاي لمخك والله يا نعرف واحد أنا سرق 150 سيزي 150 سيزي أي يحلها ويهز اللي فيها يهز السيزي كاملة شنو يحل في بالي انا هكا متخصص يحل سيزويات لا سيزي مراك يخدمها من وبعد يبيعها مفركه يبيعها يسرق 150 سيزي والله وعلاش سيزي هاي سيزي قروي مش بارتنير مثلا بل كانت السوبر فاستر قداش محكوم هذا محكوم هذا ب 160 عام 160 عام شد معايا واحد اسمه عبد الكريم اللزاز ما تسميش اي من قرمدة ومن صفاقس محكومة بطلطون و300 عام ما لا لا 300 عام شنين شيكات هذوما لا 300 عام شيكات وبطلطون محكومة على روح يدي غريب تشوف غريب غادي تشوف حويج ما تعالي سيزي ذولي بريسك كل سيزي عدو هيلو بعام أنا نحكي لك فازة صارت لي نحكي لك فازة صارت لي لتوم دوخت شنين فازة أنا ما نعرفش وقتها ما نعرفش ومهبطيني جلسة حطوني أنا واحد فرد مينوت مع بعض هاي مع بعضك طلعنا مع بعض قال لي شنو قضيتك كبير شوي وفي العمر قلت له عنف أو. عنف شديد قلت له يا عركة راي عنف ومحكوم حكم غيابي لاخي سكتار انا ما حبيتش تحكي معه جيت في الاخر بواحد ما خفت منه مش خفت منه كيف فجعني كيفاش طريقته في الحياه كيفاش يتصرف صوته خشين هكا ما عجبنيش في وجهه هاي صار مشيت شوية ورجعت قلت له شنو قضيتك لا خلي لي بس ما سمحت فيه خلي قتلت بويا برا لا قلت له ما سمحتش لا بس قتل بوه على 10,000 ما لا لعب ضرب بوه بفيس برشا قصص وبرشا تفاصيل في الدرجة الأخرى والله في طرق دورت وجهي لين وصلت المحكمة وجهي اللي رجعته كي جوا يلبسوا فيه احنا راجعين من المحكمة وما حبيش نلبس مع المينون شكرا ليك سيبو كثير على كل هالقصص دخلتنا الى عالم السجن اللي عشته عالم غريب والله لا يوريه الحبيب وان شاء الله وليداتنا كل لباس وان شاء الله امين امين شكرا ليك سيبو كثير على كل هال احنا في برنامجك قول بسرعه قول بالحق راه وما كاش مني برنامجك طيارة على الاخر وتبارك الله خمسة خميس تعدين ساعتين لنا شيء خبير اللي نقص شويه غنى في برنامجك مل نقص شوية غناء في برنامج باه تدل شكرا لك سيبو كثير اللي شاركتنا قصتك شكرا لك على محاولتك انك تشاركنا ببعض الافكار موصين معكم حتى ال 11 تعليل نخرج غناء لا نخرج فاصل قصير راجع معكم بعد شوي بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو
59 دقيقة. كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. موضوعنا اليوم: إذا عشت تجربة السجن أو عندك شكون قريب لك عاش تجربة السجن، كلمنا على رقم 31 308 1000 حتى نغوصوا في الأيام اللي عشتها، هذه الأيام تاع السجن وما بعد السجن، كيفاش كانت العودة إلى الحياة وإلى المجتمع من جديد. كلمنا على رقم 31 308 1000. معنا سي الهاشمي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي الهاشمي، شو أحوالك؟ الحمد لله، لاباس انت؟ الحمد لله. منين تكلم فينا سيدي؟ انا نتكلم فيك من برا. منين؟ نتكلم فيك من المنزهويت. من المنزهويت، منزه 8. باهي، قداش العمر لو تسمح؟ 45 سنة. دخلت السجن في وقت ما؟ لا، انا ما دخلتش، ما عندي اخويا عاش. عندك اخوك دخل السجن؟ اه. في انا عام؟ دخل بريسك 2007، 16 سنة لتالي. قداش قعد؟ قداش تحكم؟ هو تحكم بعشرين سنة. هو تحكم بعشرين سنة. التهمة؟ تهمة بركاج. بركاج مع عنف شديد. كل شيء، لكن التيتروات الكل حطوهم. مات سيد؟ غير. سقوط هو بركة. قديش عون أمن؟ ها؟ أوي. هو يعني بركة عون أمن، عون أمن معاه بنات. وهو في حالته المدنية، مش هو هاي في حالة مدنية. هاي معاه عنده صاحبه، معاه صاحبه. والعون معاه. والعون قديش معاه من شخص؟ معاه زوج بنات وصاحبه، هذا أربعة معناه. يعني بركة أربعة من الناس. أربعة هو وصاحبه ولا وحده؟ اخوي ما نعرفش على الفيريسون تاعه، وما بعضهم ما نعرفش شكون معاه. يعني كما على خاطر انا اللي في بالي معناها في البحث نتاعهم، الواحد اللي هو برك العون هذايا مع 20 سنه. دونك يظل التعنيف في سلاح ابيض، التعنيف و يضربهم خلى البنات عنده وهما يشيلوا. هو سوا كي بحدا الدار معناها. كيفاش خلى البنات عنده؟ واقفة عندهم كهرباء، واقفة موقفينها بحدا الدار. كي خرج معناها كي احنا نسكنوا في الريف البر شوية، لقاهم احد بحدا الدار، لقاهم في الكهرباء بحدا الدار. لقاهم احد الكهرباء بحدا الدار، هيك هو حل الكهرباء وصدم. حل الكهرباء وهم بيمولاك. اللي فمه هزوا ومعاه تعنيف هكا ولا؟ هكاك. هو ما يعرفش وقتها اللي السيد هذاك امني. ما يدريش، ممكن هو مبعد اللي عارف. بعد. باهي. سي الهاشمي لو تسمح باش كيك نغوصوا بالقدا في القصه، نجموا نمشيو اخبار ونرجع لك نكملوا الحكايه بتفاصيلها لو تسمح. يسيرش. شكرا لك سي الهاشمي، قصه يظهر لي ما فماش حد بداها ومش باش يرجع معنا بعد الاخبار حتى يسمع السبب الحقيقي وراء 20 سنه سجن. موصين معكم حتى لحديش تعليل: إذا عشت تجربة السجن أو تعرف حد عاش تجربة السجن، كلمنا على رقم 31 308 1000. نسمعوا حكايتك وتجربتك حتى يمكن يتعظ البعض من مثل هذه القصص. بعد شوية أخبار رياضة مع وسام بن حسين، قبل هذا الأخبار مع إيمان الطيب. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية، قعدوا معنا على إيفام. بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو.